مشاهدي قناة المغربية الأكارم، سلام الله عليكم وأهلا بكم معنا في عدد جديد لبرنامج قناة الصحف، والذي يهتم بما تداولته الصحف المغربية على صدور صفحاتها. وإليكم أهم العناوين الصادرة في الصحف واليوميات الجزائرية، ومع يومية الخبر التي عادت إلى صفحات البطل الجزائري توفيق مخلوفي، والتي وجهها إلى المسؤولين الجزائريين الذين أهملوا الرياضيين الجزائريين في فعاليات أولمبياد ريو دي جانيرو، وخانوا الأمانة على حد وصف توفيق مخلوفي الذي فاز بميداليتين فضيتين والواحدتين للجزائر، وعنوان عريض: الغزال يعري ذئاب الغابة. عنوان آخر يعكس معاناة المواطنين في مدينة تمن راس، خاصة بعد الفيضانات الأخيرة التي جعلت من المدينة تصنف على أنها منكوبة، وعنوان على لسان المتضررين: نحن لسنا ضحايا الفيضانات بل ضحايا عطلة المسؤولين. عنوان آخر يتحدث عن إطلاق مستشار سابق النار على أحد المغتربين بسبب ركن هذا الأخير سيارته قرب منزل هذا المسؤول في منطقة أشلف. الخبر اهتمت بعودة سعداني الأمين العام للأفلان من عطلته، وتعد خصومه بالرد القريب عليهم، أو ربما ليست جريدة الخبر بالحياة، وتعد خصومه بالرد القريب كما قلنا. وفي عنوان آخر، وزير الخارجية الجزائري رمطال العمامرة يضم صوته لصوت سفير الجزائر في بلجيكا، ويرد على تقرير الاتحاد الأوروبي الذي انتقد النظام الجزائري الحالي وحمله مسؤولية انغلاق السوق وكذلك الأزمة الاقتصادية العاصفة بالجزائر. على أيام فقط في عنوان آخر من العيد، عيد الأضحى، عنوان مريب ينبئ بانتشار الجدري على قطعان الولايات الغربية. الفجر تعود إلى تصريحات البطل مخلوفي الذي حمل المسؤولين الانتكاسة الرياضية، كما تحدثت في سياق آخر عن توقيف 108 حراق على متن 9 قوارب بعنابة. لسوارد الجيري هي الأخرى تتحدث وتحدثت عن مخلوفي الذي يضم صوته إلى صوت بورعدة لفضح المسؤولين القائمين على الرياضة، كما عادت للتحدث عن حركة مجتمع السلم حمص، وتقول أن التصدع طالها هي الأخرى بعد عودة أبو جرة سلطاني إلى الواجهة السياسية، كما لم تهمل لسوارد الجيري التصدع الآخر الذي يعصف بحزب جبهة التحرير الوطني، وتتحدث عن 26 قسمة في منطقة أو ولاية برج بوعريريج تنضم إلى مجموعة 14 المجاهدين الذين يطالبون بتنحي عمار سعداني من على رأس الحزب العتيد. ليبرتي الناطقة بالفرنسية هي الأخرى وقفت على تصريحات مخلوفي، وتحدثت أيضا على حكومة تونس الجديدة، وتقول: فريق شاب بتحديات كبيرة. ولمناقشة أبرز هذه العناوين ينضم إلي الزميل والصديق سليم صالحي. بعد الترحيب بك نقول لك عودة ميمونة أولا سي سليم. شكرا. الصحافة الجزائرية أغلبها تكتب على بطل الجزائر الذي حصل على فضيتين توفيق مخلوفي الذي حصل على فضيتين لكنه صفع المسؤولين القائمين على الرياضة، وقال أنهم خانوا الأمانة رغم يعني الأموال التي توفرها الحكومة أو الدولة، لكن هؤلاء ربما يعني همشوا هؤلاء الرياضيين الذين كانوا بمقدورهم أن يعطوا أكثر للجزائر. خبر آخر ربما تنفرد به سبقة بريس، تقول أن البطل الأولمبي صفعة أخرى تعتبر كذلك في سبقة بريس، تقول: توفيق مخلوفي يقرر عدم العودة للجزائر مع وفد البعثة. لماذا؟ أولا شكرا زميل عادل. نظرة في
معظم الصحف الجزائرية سواء اللي اخترتها أو التي لم تختر في هذه الحلقة، كلها أو معظمها كانت تتحدث عن الحدث الكبير في الجزائر. تصريحات خطيرة من هذا العداء الجزائري مخلوفي بعد حيازته على الفضية في 1500 متر تحيننا إلى ملف من الملفات الخطيرة في الجزائر والمسكوت عنها أيضا، وهو ملف الرياضة. تعرف أنه ملفات يعني ميزانية الجيش، ميزانية الرياضة، ميزانيات الجماعات المحلية، لاكاس نوار تاع الحكومة، هذه كلها ملفات لا تحبذ السلطة النبش فيها يعني. لكن في كل مناسبة يتم فيها إخفاق بهذا الشكل، يعني نتائج الأولمبياد كارثية مقارنة بالأموال التي صرفتها وزارة الشباب والرياضة، يعني تصريحات الصحفيين وما جاءت بها اللجنة الوطنية. تتحدث عن 32 مليار على ما أظن، يعني مبلغ ضخم جدا، على الأقل 7 ميداليات، يعني على الأقل يعني 7 ميداليات. 32 مليار دينار، أليس الحق للجزائريين أن يسائلوا هؤلاء المسؤولين أين ذهبت هذه الأموال؟ أنا جايك. طيب، الحديث عن هذا الملف لا يمكن أن يكون بمعزل عن الوضع العام في الجزائر، الوضع الاقتصادي والسياسي في الجزائر. أنت تعرف أنه آلية المراقبة في الجزائر غير موجودة، آلية المحاسبة غير موجودة، وهذا هو اللي مطروح الآن في الصحف الجزائرية حول هذا الملف. لنتحدث عن ملف الأولمبياد أو الرياضة في الجزائر. نفس العقلية التعيين على المسؤولية، يعني لما الناس الصحافة الآن تتحدث عن هل يمكن محاسبة رئيس اللجنة الأولمبية، الردود في الصحافة، أنا أقرأ لك مش موجودة في الصحافة، يقول لك مستحيل. يعني أولا لأنه هذا قيادي في حزب الأرندي، وهذا عنده ارتباطات أيضا بأصحاب القرار وعائلاتهم، وأنت تعرف أنه ما جاءت به الصحف الجزائرية من أنه عائلات لمسؤولين راحوا لريو دي جانيرو ما عندهمش علاقة بالكومبيتيسيون، يعني بالمنافسة، لكن كانوا يستفادوا من سيارات السفارة، من إمكانيات الدولة، لكي يعني يقضوا أسبوعين عطلة في شواطئ ريو دي جانيرو، شواطئ البرازيل. هذا ما جاءت به الصحف، يعني لا أعلم دقة هذه المعلومات، لكن هذا موجود في الصحافة. إذا من هذا الباب أقول لك، يعني هل لمن يسهل لمسؤولين الجزائريين لعائلاتهم أن يروحوا يحوسوا في ريو دي جانيرو يقدر واحد أنه يروح يحاسبه؟ مستحيل. هذا هو المنطق. وقضية الأولمبياد ليست أول مرة تطرح على الجرائد، وأنا جد مسرور أنه الجرائد ركزت على الأمر، لأنه فيه بعض الصحف الأخرى وبعض وسائل الإعلام الأخرى تقول لك لا أنتم ضخمتوا في الأمر ولا تحكيوا، وأصلا الوضع في البلاد كما ذهب إلى الانتقاد مخلوف. انتقاد مخلوف، يعني جاي الليك. أنا نقول لهم كون أنه السرقة تتم في كل مرة، هذا لا يعني أنك لا تندد بها في كل مرة. في كل مرة يكون هناك موضوع يكشف الفساد في قطاع معين، الله إن شاء الله قديم، الله إن شاء الله حكينا عليه كل سنة، لكن يجب من مهمة الصحافة، الصحافة المحترمة، أن تسلط عليه الضوء في كل مرة، وهذا ما حدث فعلا. وأنا أشكر كل الزملاء الصحفيين في الجزائر الذين ركزوا على هذا الملف بهذا الشكل، لأنه الحدث هو حدث رياضي. الرجل يقول وكل الرياضيين يقولون أنه هناك مؤشرات جادة على أن هناك إهدار للمال العام وتبذير في ميزانية وزارة الشباب والرياضة وفي ميزانية الأولمبياد. هذا يجب، مدام المعلومات متوفرة، يجب على الصحفي إبرازها. وأنا أقول لك الإيون اللي شفتهم يفرحوا، كل إيون يحضروا على هذا الموضوع، يجب الرأي العام الجزائري أن يعلم في كل مرة أنه نعم تمت هناك سرقات وتلاعب وإحباط وحجرة وإقصاء في هذا الأولمبياد، كما حدث في كل الأولمبيادات السابقة. نحن نتحدث عن 14-17 مشاركة جزائرية، يعني الحصيلة كارثية مقارنة في كل مرة أحسب كم مليار صرفت. يعني وقع فساد كذلك في أولمبياد ريو دي جانيرو، وتم القبض على رئيس اتحادية إيرلندا مثلا، يعني فيه تحركات، فيه تحقيقات. لماذا لم يفتح تحقيق لحد الآن في قضية الفساد؟ أنا أعطيتك السبب لماذا، لأنه أولا لا توجد عندنا آليات، وما عندناش آليات شفافة للمراقبة، ومنظومة الحكم عندنا، لأنه هذا تبع الوزارة والوزارة تبع الحكومة والحكومة تبع لهذه المنظومة، لا توجد عندنا أي آليات لمراقبة أو محاسبة، خاصة إذا كان القضية قضية فساد أو غش أو
تهريب يعني عملة أو استغلال موارد الدولة لأغراض شخصية مع الناس، لأنهم يعني ما يقدروش يفتحوا الملف. ما تقدرش أنت تفتح ملف لحاربك به أي شخص. هؤلاء متورطون، وسلسلة يعني التورط يعني تصعد حتى أعلى هرم يعني السلطة. أنت تقول يعني أن ملف الأولمبياد وملف الرياضة في الجزائر يشبه كل ملفات في القطاعات المختلفة في الجزائر، وربما التقرير الذي أعدته أو عده الاتحاد الأوروبي ربما خير دليل هذا التقرير الذي يكذبه اليوم سفير الجزائر في بلجيكا وكذلك وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة. جميل، انتقلنا إلى موضوع آخر يعني لا هو أيضا ركزت عليه الصحافة، وهو تقرير الاتحاد الأوروبي ثم رد السلطات الجزائرية. أولا ما هو موجود في هذا التقرير، لب هذا التقرير أنه هناك نظرة لاستشرافية لكيفية التعامل مع الجزائر ما بعد بوتفليقة. هذه دول تحترم نفسها، تعرف أنه الرجل مريض، أنه هناك أزمة سياسية في البلاد، هناك جمود، هناك انسداد، هناك إخفاق اقتصادي، هناك مؤشرات اقتصادية خطيرة جدا. إذن هذه دول تحضر نفسها إلى مرحلة ما بعد بوتفليقة وتريد الاستشراف كيف يكون الشكل حكم في الجزائر بعد بوتفليقة. السلطة في الجزائر تنزعج من هذا الأمر، لأنه يعني بالنسبة لهم كيف تحكيوا على فترة بوتفليقة وأنه كاين انسداد أو كاين إخفاق؟ لماذا لا نحكي على فترة بوتفليقة حين يكتب بوتفليقة رسالة كعبارة عن حصيلة لمدة أو فترة حكم بوتفليقة؟ رسالة تقول أن كل ما وقع في الجزائر وكل الأزمة الحالية التي تمر بها الجزائر هو سببها هو النظام الشاذلي. فترة شاذلي من جديد. وشوف قضية الرسائل هذه، أبقى أنا أنضم إلى مجموعة الإعلاميين والسياسيين في الجزائر الذين يشككون دائما في مصدر هذه الرسائل. ما زلت أعتقد أنه بوتفليقة ليس بالرجل القادر على أولا وضع التحليل أو كتابة رسالة، أو كتابة رسالة أولا فيها قراءة للواقع واستشراف و يعني تحليل أسباب الأزمة، هذا أولا. ثانيا كلام مثل هذا قد يكون جائز السنة الأولى من الحكم، السنة الثانية من الحكم تستطيع أنت كرئيس جمهورية في تحليل لوضع ما تقول أنه والله الأسباب كانت لفترة معينة حصلت فيها أزمة اقتصادية، سنة هو يحكي على 86 أزمة بترولية عالمية وأخفقت السلطات في التعامل معها اللي هي فترة الشاذلي. لكن نجي تقول هالكلام بعد 15 سنة من الحكم، 17 سنة نقول نعطفوا عليه نقول له 16 سنة وإخفاق اقتصادي معلن، العجز التجاري 12 مليار دولار في 7 شهور، هذا التقرير تاع اليوم جابته وكالة الأنباء الجزائرية، اعتماد على المحروقات ب 93% مع أنه أنت جيت كان 92% وزدت 1%، هذا كلام غير مفهوم، هذا كلام فيه كثير من المغالطات، أنه لا يمكن لأي مسؤول في أعلى هرم السلطة أنه بعد 16-17 سنة من الحكم أن يرجع الإخفاق إلى فترة لعندها 25 سنة. هذا عبارة عن المصادرة على الموضوع، عدم تحمل المسؤولية والضحك على المواطنين الجزائريين، لأنه السلطة القادرة على حل مشاكل المواطنين تاعها كانت تعمل كل ما في وسعها في 15 سنة مع توفر السيولة المالية، مع توفر السيولة المالية بنقول أنه تحل الكثير من الإشكاليات الموجودة، وبالتالي بعد 16 سنة أو 17 سنة ما ترجعش تقول والله الوضعية اللي رانا فيها هي لأنه كانت هناك إخفاقات في سنة 86 و 87. هذا كلام مردود عليه، هذا كلام غير واقعي، فيه كثير من المغالطات وكلام غير مسؤول، أنا أقول يعني من الإجحاف في حق الناس، وأيضا من العيب أنه بعد حكم 17 سنة وتوفرت لك كل الإمكانيات وجيت تقول والله رانا في وضعية لأنه السيشادي الله يرحمه هو اللي تسبب فيها أو حكام الشادي. لعنوان آخر يعني على السريع، سعداني يعود إلى الساحة بعد غياب طويل، كان في عطلة على ما أظن، 26 قصبة في منطقة برج بوريريج تنتفض مع مجموعة 14 هم المجاهدين الذين يطالبون برأس سعداني، لكنه يتوعد على حسب جريدة الحياة يتوعد وسيرد عليهم قريبا. ما هو الرد في نظرك؟ لا يوجد. شوف أنا عجبتني بعض المقالات التي تتحدث عن حزب جبهة التحرير الوطني وتصفه بالحزب الجهاز. هذا ليس حزب سياسي،
وكل شيء يحدث داخل هذا الحزب مرتبط بصراعات السلطة، لأنه هذا الحزب مثل حزب الأرندي هو عبارة عن جهاز إداري في خدمة متخذ القرار، وبالتالي لا سعداني عنده سلطة القرار داخل الحزب، ولا خصوم سعداني عندهم مواقف مبدئية من سعداني، وبالتالي الصراع ليس صراع عن المبادئ، ولا صراع على الرؤية، ولا صراع على مستقبل الحزب. كما هو صراع، هو يعني كرتوش على راسي، ولا حتى هو الكرتوش نتاعه على راسي، يعني حتى نفهمه، هو وخصومه يتصارعون على المسافة، قرب المسافة من متخذ القرار، يعني سواء كان السعيد ولا علوة ولا عمار ولا بوتفليقة ولا أي كان. يعني الصراع داخل الحزب الفلان هو صراع الذي يحدث داخل أجهزة السلطة حول الامتيازات، حول القرب من متخذ القرار فقط. هذا وش كاين يعني. وسعداني سيحاول أن يرد على خصومه بمدح أكثر لبوتفليقة، تقرب أكثر من مركز صنع القرار. خصومه سيستمرون في إقناع، محاولة إقناع صنع القرار بأنهم هم البديل الحقيقي لسعداني، وسيكونون أكثر خدم من سعداني، هم أكثر مساندة، وأكثر مساندة. نعم، وهذا ما يحدث في الأرندي. الأرندي وحزب غول وحزب عمارة هم عبارة عن أجهزة في يد السلطة، ولن أخطئ في التعبير وأسميهم يعني أحزاب سياسية، هذه ليست أحزاب سياسية. شكرا جزيلا أستاذ سليم صالحي، ونعود ونرحب بك من جديد عودة ميمونة. نقول نذهب إلى الآن الصحف التونسية، معنا غفران الحسيني من هناك، والحكومة الشابة الجديدة في تونس. أهلا بك غفران. أهلا زميلي عادل، أحييك وأحييك ضيفك الكريم وكافة السادة المتابعين. نعم، الحكومة الشابة الجديدة، حكومة يوسف الشاهد، لا زالت تستحوذ على حيز كبير من اهتمام الصحافة التونسية التي تصدر يوميا. ومن هذا المنطلق عنونت صحيفة الصباح الأسبوعي بحكومة 40 عضوا الشاهد بين منغصات البحث عن الدعم السياسي ومتطلبات المرحلة. كتبت الصحيفة أنه ما زالت ردود الأفعال بشأن الحكومة الجديدة المكلفة من قبل يوسف الشاهد متباينة في مواقفها، بين مهلل ومرحب، وبين متشائم ومستاء، وبين من أمسك حبل الانطباع الأولي في النصف، لا هو بمتفائل ولا هو بمتشائم، تاركا الحكم على الحكومة وتركيبتها وتجانسها إلى ما بعد بداية عملها الفعلي وما ستقرره من أحكام وقرارات تبعا لبرنامجها الاقتصادي والاجتماعي الذي من المفترض أن ينقذ البلاد من أزمة خانقة جاثمة علينا منذ عدة أشهر. في خضم هذه المواقف التي لا تخلو طبعا من حسابات سياسية انطلاقا من مصالح حزبية ضيقة، يعيش يوسف الشاهد مرغصات البحث عن دعم سياسي لحشد أكبر عدد من داعميه لهذه الحكومة، فضلا عن متطلبات المرحلة. فقد يحسب الشاهد نجاحه في تشكيل حكومة متنوعة ومتلونة سياسيا وجامعة بين الخبرة والكفاءة من جهة، وبين طموح الشباب والإيمان بالكفاءات النسائية، ذلك بحثا عن دعم سياسي قوي وإسناد مجتمعي ومهني ونقابي واسع. إلا أن ذلك يطرح على الحكومة أكثر من ملف حارق متعلق بضرورة إيجاد حلول عاجلة للواقع الاقتصادي والمستجدات السياسية والاجتماعية، وإيجاد حلول للمعضلات التنموية والاقتصادية في البلاد. من خلال المعضلات الاقتصادية، عنوان آخر كذلك من الصباح، 29% من التونسيين مستهلكون انتحاريون، حيث كتبت الصحيفة أن أنماط الاستهلاك تتطور في تونس بتطور المجتمعات، ويكون للظروف الاقتصادية والاجتماعية وحتى النفسية تأثير فيما يقبل عليه الناس من منتجات وخدمات. وكتبت الصحيفة أن هناك فئة عقلانية بناء على واحدة من الدراسات التي صدرت عن أنماط الاستهلاك التونسي تقسم المجتمع إلى ثلاث فئات: فئة عقلانية تمثل 29% من المجتمع، وفئة تكون مجبرة على التداين وحجمها اجتماعيا 30%، بينما توجد فئة من التونسيين يطلق عليها فئة المنتحرون
أو الاستهلاك الانتحاري الذي يدفع بالعائلات وقيمتها ثلث التونسيين تقريبا إلى الاستهلاك دون التفكير في حلول، وذلك بهاجس الإبقاء على نسق إنفاقهم دون التفكير في تداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد. نتحول الآن إلى صحيفة الشروق، وتحت تساؤل تصدر الصفحة الأولى: هل أغرق الصيد الإدارة بالتعيينات؟ كتبت الصحيفة أن هناك تسميات وتعيينات شملت عديد المناصب والخطط الوظيفية صلب الإدارة التونسية، ما دفع إلى التساؤل إن كانت هذه التعيينات من قبيل تطبيق القانون في الترقية والتدرج بناء على مبدأ الكفاءة العلمية والمهنية، أم هي عملية مقصودة من رئيس الحكومة المتخلي لحبيب الصيد. أثارت هذه التعيينات الانتباه في هذه الفترة بالذات التي تميزت بكثرة التجاذبات السياسية، وهناك من اعتبر أن لحبيب الصيد يفكر في ترسيخ قدم في داخل أجهزة الدولة وداخل الإدارة من أجل تنفيذ خطته في محاربة الفساد، خاصة مع وجود حكومة جديدة يراها البعض قد لا تكون قادرة على التصدي للفساد المستفحل في البلاد. ختام صحيفة المصور وتحت عنوان ساعتان صدمة الرئيس، وهكذا انطلقت فكرة حكومة الوحدة الوطنية. كتبت المصور أن معلومات متوفرة أكدت أن الخبير الدولي مروان العباسي هو الذي كان وراء دعوة رئيس الجمهورية إلى حكومة وحدة وطنية. المعلومات المتوفرة للمصور أن رئيس الجمهورية كان منذ مارس 16 و2000 يفكر في حل لتعويض حكومة لحبيب الصيد، وذلك بعد ورود تقرير اقتصادي واجتماعي صدم الرئيس نتيجة استفحالية الأزمة الاقتصادية وانهيار الاستقرار والخوف من دخول في فوضى مجهولة العواقب، وهذا ما جعل رئيس الجمهورية حسب المصور يدفع باتجاه تغيير الحكومة وتشكيل حكومة وحدة وطنية يضطلع كل تونسيين بدور في إخراج البلاد من أزمة خانقة. هذا زميلي عادل تقريبا أبرز ما تناولته الصحافة التونسية التي صدرت هذا اليوم. غفران الحسيني مراسل قناة المغربية من تونس، لك منا جزيل الشكر. ونتحول بحضرتكم إلى المغرب والصحف في المغرب مع زميلنا نبيل عبد اللاوي. هناك على ما أظن تقارب بين المغرب والجزائر، ما رأيك نبيل؟ مرحبا بك زميلي عادل وبالأستاذ سليم وجميع السادة المشاهدين. فعلا زميلي عادل، فهذا التقارب الذي أشرت إليه جاء ضمن الخطاب الملكي للذكرى 63 لثورة الملك والشعب، والتي تصادف 20 من غشت. وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد بعث برسالة أو برقية إلى الملك محمد السادس بمناسبة هذه الذكرى، والتي قد رد عليها الملك بشكل غير مباشر في خطابه لثورة الملك والشعب. وهذه الثورة أو هذه الذكرى هي التي غطت معظم الصحف المغربية الصادرة اليوم، ونستهلها بيومية الاتحاد. الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 63 لثورة الملك والشعب يجدد التأكيد على النموذج المغربي التحرري التضامني الذي أرسته ثورة الملك والشعب. الخطاب أكد أنه إذا كان من الطبيعي أن يستفيد المغرب من التعاون مع أشقائه في أفريقيا، فإنه يحرص دائما على أن تكون المنفعة مشتركة، وقد خص العاهل المغربي الأشقاء الأفارقة الجزائر بالتحديد، والتي جاءت في مقدمة خطاب العرش. في ذات اليومية دائما وعلى مقربة من عيد الأضحى انقسام حول أسعار كبش العيد في موسم جاف، ومهنيون يقللون من التخوفات، فنظرا لضعف السنة الفلاحية تنتاب المستهلكين مخاوف كبيرة من مواجهة أسعار مرتفعة خلال موسم اقتناء الأضحية. أحد مهني القطاع حاول طمأنة المواطنين بأن ارتفاع أسعار الأغنام تحديدا لن يكون بالضخامة التي تشير إليها معظم التوقعات. نتحول إلى يومية الحركة التي واكبت الحر الذي يشهده المغرب، وكتبت: موجة الحر التي تشهدها المملكة حاليا مردها إلى ظاهرة مناخية عالمية مثيرة للقلق. فقد اعتبر ممثل معهد البحث من أجل التنمية الفرنسي عبد الغني شهبوني أن موجة الحر المفرطة التي شهدها المغرب تحيل على ظاهرة عالمية مثيرة للقلق، مما يستوجب تضافر جهود جميع الفاعلين المعنيين من مسؤولين سياسيين وعلماء مجتمع مدني.
نتحول إلى يومية رسالة الأمة التي هي أيضا واكبت خطاب الملك، وعنونت الملك يعلن في خطابه بمناسبة الذكرى 63 لثورة الملك والشعب عن خارطة طريق مغرب المستقبل. الخطاب دعا إلى تجديد الالتزام الصادق بين الشعبين الجزائري والمغربي لمواصلة العمل بصدق وحسنية. كما أكد الخطاب أن المغرب يعطي دائما لشعوب قارته ولا ينتظر أن يأخذ منها، مشيرا إلى أن تصوية وضعية المهاجرين وتوفير الظروف الملائمة للإقامة والعيش الكريم لهم أمر واجب ومحتوم على المغرب. وصحيا، الوردي يرفع راية بيضاء أمام خطورة داء الصرع. وزير الصحة الحسين الوردي قال إن وزارته رفعت من درجة اليقظة لتتبع الأعراض الجانبية لدواء الصرع، علما بأنها تؤدي في بعض الحالات إلى تشوهات الجنين عند المريضات اللواتي يخضعن لهذا العلاج ضد داء الصرع، مكتفيا بالقول إن هذا الدواء مهم للعلاج وإن استعماله ضروري. ختاما بيومية لوماتا الناطقة باللغة الفرنسية والتي بدورها واكبت خطاب الملك وتكتب الذكرى 63 لثورة الملك والشعب رسالة ملكية قوية لإفريقيا ومرافعة ضد الإرهاب. الإرهابيون باسم الإسلام ليسوا مسلمين، هم قوم ضالون مصيرهم جهنم يقول الملك، وإفريقيا بالنسبة لنا ليست هدفا وإنما هي التزام من أجل المواطن الإفريقي. هذا إجمالا زميلي عادل أهم العناوين البارزة التي ميزت الصحف المغربية الصادرة بداية الأسبوع. نبيل عبد اللوي شكرا جزيلا لك، ونذهب مباشرة إلى ركن الكاريكاتير وأهم الرسومات التي اخترناها لكم، تابعوا معنا. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، ألقاكم بخير، إلى اللقاء.